السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. غادي نهضر لكم على المباراة الوداد البيضاوي أمام سان داونز. إذن رسميا الوداد البيضاوي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، فوز على سان داونز. إذن تعادل خاص في سان داونز كيتسمى الفوز الوداد البيضاوي والتأهل إلى النهائي دوري أبطال إفريقيا 2023. إذن رسميا الوداد البيضاوي للنهائي أمام الأهلي المصري. إذن نتمنى التوفيق للوداد البيضاوي، وغادي نكتشف لكم التفاصيل على الشوط الأول والشوط الثاني، ما هو سر نجاح تأهل الوداد. إذن اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما جديد. صراحة فرحنا ديال بصح، ومبروك علينا تأهل الوداد إلى النهائي والفورمالية المغربية كما قعدنا. مبروك علينا، ألف ألف مبروك الوداد البيضاوي التأهل إلى النهائي دوري أبطال إفريقيا. إذن اش غادي نقول لكم، فرحة كبيرة جدا جدا عند الجماهير الودادية، خصوصا حاليا كتوجهوا في المغرب، اجواء ممتعه، اجواء رائعه، خصوصا في العاصمه اقتصاد الدار البيضاء كازابلانكا. اذا جماهير وداديه احتفالات، وفي نفس الوقت المباراه ما كانت سهله بين سان داونز. اذا تسجل الهدف الاول خاص في الشوط الثاني وديال سان داونز، ومن بعد تسجل الهدف التعادل، ومن بعد سان داونز سجلت الهدف الثاني، ومن بعد الوداد سجلت الهدف الثاني، والتعادل جوج جوج خاص في الملعب ديال سان داونز كيتأهل الوداد البيضاوي. اذا برافو الوداد البيضاوي، برافو الوداد الامه، والوداد البيضاوي هي اللي كتستحق التأهل. وفي نفس الوقت فرحه كبيره جدا جدا للاعبين الوداديين، وفي نفس الوقت كره القدم هي هذه. ورسميا الوداد البيضاوي الى النهائي، وغادي يلعب امام الاهلي المصري. اذا نتمنى ان شاء الله التوفيق للوداد البيضاوي خاص في النهائي، وكره القدم هي هذه. سبحان الله، الا شفنا المباراه ديال الذهاب خاص في كازابلانكا كانت مباراه رائعه جدا، كان الجماهير، كان اللاعبين في المستوى، كانت الوداد لعبات 90 دقيقه وما قادرينش يسجلوا ولا هدف على سان داونز. اذا بعد 90 دقيقه خاص في الشوط الاول في الدار البيضاء، ولا واحد الشك خاص عن جماهير الوداديه وبعض الجماهير ديال المغرب العربي كيقولوا بانه سان داونز هي اللي غادي تتاهل. القضيه صافي، الوداد انتهت الامور ديالها، ولكن كينتظروا الناس المباراه خاص ديال اليوم بين الوداد وسان داونز. وفي نفس الوقت كنشوفوا سان داونز دار المجهودات ديالو خاص في الملعب ديالو، ولكن ما قادرش يفوز على الوداد البيضاوي. اذا الشوط الاول كان رائع جدا بين الوداد وسان داونز، والوداد البيضاوي اش غادي نقول لكم، هذه المباراه الاخيره في النصف النهائي وجدوا الفريق في المستوى، وبعد تغييرات اللاعبين، تغيير المدرب، اذا كيبين بانه هذا هو النجاح خاص الوداد البيضاوي، تغيير المدرب وبعد اللاعبين. وفي نفس الوقت بالنسبه السرعه ديال الوداد البيضاوي، وكلشي كيدير خدمته، انسان المناسب في المكان المناسب، وفي نفس الوقت الوداد البيضاوي كتستحق التاهل. اذا بعد الناس غادي يقولوا راه جابوا التعادل خاص من سان داونز، اذا التعادل كتكفينا، تسجل الهدف واحد لواحد كتهل الوداد البيضاوي، حيت المباراه الاولى حسمناها في صالحنا بدون اهداف. اذا مبروك الوداديين، مبروك المغاربه كاملين من طنجة الى القويره العزيزه. مع الاسف الشديد البارح لعبت المنتخب المغربي امام السنغال بعد الدقائق الاخيره خاص في الشوط الثاني، فاش غادي نحتفلوا حنا، جا الاهداف ضربه جزاء خاص للسنغال سجلوها، ومن بعد تسجيل الهدف الثاني وما بقاتش الوقت فاش نرجعوا باش التعادل. وفي نفس الوقت واحد التجربه ما كاينتش عند اللاعبين ديال تحت 17 سنه مع الاسف، وكان اجواء حزينه خاص في المغرب. وحاليا تاهل الوداد غطات على الحزن ديال المنتخب المغربي، اذا حاليا كلشي فرحان. وفي نفس الوقت هذه المباراه الرائعه جدا بين سان داونز والوداد البيضاوي، وفي نفس الوقت تاهل الوداد البيضاوي حطت واحد النجاح كبير، واحد الفرحه خاص للجماهير الوداديه وعامه الجماهير المغربيه. فرحنا، وفي نفس الوقت نتمنى التوفيق للوداد البيضاوي خاص في المباراه النهائيه بين الاهلي المصري. واذا المباراه غادي تكون
صعيبة جدا على الأهلي المصري وعلى الوداد البيضاوي. إذا الأهلي المصري ديجا انتصرنا عليهم خاص وفزنا عليهم اللقب 2017-2022 فزنا عليهم، ونتمنى علاش لا 2023 الوداد تفوز على الأهلي. إذا الأهلي المصري خبزة ديال الوداد البيضاوي دائما بسهولة تنتصر عليهم. إذا بعد الصعوبات الأهلي المصري كتلقاهم الرجاء البيضاوي، أما بالنسبة للوداد البيضاوي دائما كتنتصر وكتوفق على الأهلي المصري. إذا بعض الناس غادي يقولوا واش المباراة النهائية فيها الذهاب والإياب؟ معلوم فيها الذهاب والإياب، إذا غادي تلعب المباراة في الدار البيضاء وغادي تلعب المباراة الأولى ربما الأهلي المصري في القاهرة. إذا نتمنوا توفيق الوداد البيضاوي، هذه هي اللي مهم عندنا هو الوداد البيضاوي، ونتمنوا لهم إن شاء الله التوفيق ويا ربي تفوزوا الوداد ويا ربي نفوزوا بهذا اللقب ودوري أبطال إفريقيا اللي في السي بي كتشارك في كأس العالم أندية باش نلعبوا مع السيتي إن شاء الله بحول الله في كأس العالم أندية 2023. إذن فرحة كبيرة جدا للجماهير، شفنا المواقع الاجتماعية كلشي كيهضر على الوداد، مبروك الوداديين ومبروك الجماهير المغربية ومبروك، ونتمنى إن شاء الله يكون خير والعقوبة لهم فوز بهذا اللقب بدوري أبطال إفريقيا. حاجة اللي عجبتني بزاف هو غادي نشوفوا جوج فرق ديال المغرب العربي مصر والمغرب في النهائي، هذا مهم بزاف والفرق كبير جدا بين كأس الاتحاد الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا. إذا نتمنوا إن شاء الله التوفيق للوداد البيضاوي. يا نجمة الملايين الرايه المغربيه مرفوعه إن شاء الله بحول الله في النهائي إن شاء الله بحول الله، وديما مغرب ومبروك للوداديين، ألف 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 مبروك للوداد البيضاوي، ونتمنى إن شاء الله تشجع ديالكم والاشتراك في القناة ديالي، تفعل الجرس وما تنساو تزورونا خاصة في القناة ديالي ما كندير لايفات، راه كنناقشوا المزيد ديال الوداد البيضاوي، وفي نفس الوقت نتمنى إن شاء الله الإعجاب ديالكم هذا الفيديو، ونتمنى إن شاء الله نشارك معكم أي حاجة جديدة، وفي نفس الوقت اللايفات راه كيكونوا في الليل وكيكونوا جميع المباريات إن شاء الله غادي نحاولوا نناقشوا المزيد إن شاء الله على كرة القدم مغربية وخارج المغرب، المهم إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. شكرا لكم وتحياتي لكم ومبروك الوداديين، ألف ألف مبروك الفريق الوداد، ألف ألف مبروك جماهير ودادية، تحياتي. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roll.